اهلا في تجربه لعبه سكيل فور. هي مش تجربه، هو انا لعبتها قبل كده وشاري فيها سلاح اللي هو XM8 ومعايا القناصه دي اللي هي AWB. حبيت اسوي المقطع حرام. ما بقى هو بقى شكل عوار السنايبر، شكل مش هلعب بيه دلوقتي، هو بيختفي قاعد فين ولا انا مش عارف، كان ليه في وشي. حرام. اطلع يا حبيبي اطلع. هو طلع حبيبي. هو كان هنا، اطلع. ايوه كيف هذا؟ مجرب الرشاش XM8. يلا بقى هيد شوت كافو. اللاج عندي حلو مش وحش. مش عارف ده فيه ازاي بس معلش. ضرب السلاح وكان عشان السلاح جامد بس يمكن انا مش عارف استخدمه. والله سلاحه مش هستخدمه.
معرفش ايه. الله هيد شوت. اطلع يا حبيبي اطلع. يعني زيت الخير خيرين برضه ان شاء الله. هنا اطلع يا جميل اطلع. تاك ما جرب. هناخد السنايبر بقى شوية. في البداية كان في دروب فريمات اللعبة كانت تعلق كتير. الحمد لله اتصلح. ما شفته؟ قرب يهرب. خلاص الجيم قرب. فاضل لي دقيقة و 20 سنة. تمنتاشر كيلو وست بيس وعلى العكس. خايف يقتلني. انا خايف. انا بقول خايف. حلو برضه نحط بس منتصر.
software. هحطلكم رقم تحميل لعبة الديسكريبشن. اللعبة مشحوطة حوالي 3.95 جيجا، يعني نقول 4 جيجا، وعايز متطلبات عالية شوية. وحط لكم الرابط، وان شاء الله بنعمل يوم معين كده ونلعب فيه كلنا. اذا هاي كانت تجربة، اراكم في لعبة تانية. مع السلامة.